السؤال 37 مطيني هذا الشكل ويريد مني انه اوجد علاقة للثيتا، لكن هي وينها الثيتا؟ يقول بانه هذا الذراع لو لفيته او دورته بشكل افقي بهالصورة هذه، بحيث انه هذا الطرف ينزل الاسفل ينزلق، وهذا هنا ينزلق حول نقطة B، وهنا كأنما الذراع لما ينزلق من هنا يذهب الى الاسفل ومن هنا يصعد الى الاعلى ويتحرك نحو اليمين ويفلت من نقطة A بحيث انه يتحرك الى الاعلى. فبالتالي هذه مسافة A، هذه مسافة A، هذه مسافة B، فهنا المسافة A و A ماكو داعي نقسمهم فنسويهن 2A. اذا هذه مسافة سميها 2A، وهنا عندي عند نقطة A وعند نقطة B بكل مرة عندي نورمال فورس عمودية على السطح وعندي فريكشن فورس. بما انه اني ارسم فري باي دايجرام للرود هذا، فبالتالي عند نقطة B النورمال فورس تكون عمودية على السطح للاعلى بهالصورة هذه، والنورمال فورس عند الـ A تكون للاسفل بهالصورة هذه. اذا نشوف الى انه هذا الذراع كأنما دورناه بحيث هذا الطرف انزلق للاسفل بهالصورة هذه، بحيث انه تكون هاي الزاوية ثيتا. بعد ما دورنا هذا الذراع الزاوية اللي دورناها هو كان بمستوى افقي، سويناه بصورة مائلة بهالصورة هذه، فالزاوية اللي دورناها هي الزاوية ثيتا، فيريد مني انه احسب علاقة للزاوية ثيتا. بالتالي هذه مسافة B ما بين هذه النقطة B وما بين نقطة G اللي هي السنتر مالتها، فالسنتر مالتها نقطة G قوة عمودية الاسفل اللي هي M في G، بالاضافة الى هذا normal force friction force، normal force friction force. الفريكشن فورس راح نسميها ميو اي، وهنا نسميها ميو بي، ونفرق ما بين الاي كابيتال والبي كابيتال، وما بين الاي سمول وبي سمول. اي سمول وبي سمول مسافات هو فارضهن، والاي كابيتال والبي كابيتال هذه نورمال فورسز اللي احنا فرضناها. بالتالي لو اخذ سيجما متبادل جي يساوي صفر، فالاي في الذراع العمودي 2a زائد b، هذا الاي الذراع العمودي اللي هي المسافة اللي تفصلها عن جي اللي هي 2a زائد، بينما البي كابيتال في الذراع العمودي بي سمول، البي كابيتال هذا الذراع العمودي بي سمول ويساوي صفر. نشوف لان واحدة عكس الثانية، البي فور بهالصورة هذه كلوك وايز فالسالب، والاي فور بعكس الاتجاه فكاونتر كلوك وايز موجب. من خلال هذه المعادلة طلعت عندي علاقة بين البي والاي، اذا بي على اي يساوي 2a زائد بي على بي، سيجما في اكس يساوي صفر، عندي اني بي زائد اي ساين ثيتا. هنا بما انه محور اكس يصنع زاوية عن هذا المحور مائل مقدارها ثيتا، فالعمودي على هذا السطح اللي هو البي والاي يصنع زاوية ويا الواي مقدارها ثيتا، فمعناها انه الاي والبي كلاهما لو نطيهن كوساين ثيتا فانطبقن على محور واي، فراح نطيهن ساين ثيتا حتى ينطبقن على محور اكس. اذا البي والاي ساين ثيتا حتى يكون بالسيجما اف اكس، ولكن البي موجب والاي سالب، لانه يعني البي لما نعطيه ساين ثيتا يكون بهالصورة هذه بمعنى انه نحو اليمين، بينما هذا الاي لما نعطيه ساين ثيتا يكون بهالصورة هذه نحو اليسار، فبالتالي بي موجب والاي سالب كلاهما في ساين ثيتا، بينما العمودي عليهم اللي هو الميو اي والميو بي كلاهما راح نعطيهم كوساين ثيتا، بما انه هذه اعطيتها ساين ثيتا فهذا يعطيهم كوساين ثيتا، كلاهما يكون سالب على اعتبار اتجاههم نحو اليسار، هذا نحو اليسار وهذا نحو اليسار، فإذا سالب عامل مشترك والميو عامل مشترك اي زائد بي كوساين ثيتا. من خلال هذه المعادلة لو احول هذا الحد السالب الى الطرف الثاني يصير موجب، وهذا الكوساين اجيبها جوا الساين فصار عندي التان، واقسم على هذا القوس فبالتالي يصير اي زائد بي تقسيم بي ناقص اي، وهذا الميو نزل كما هو. لو اقسم البسط والمقام على اي، فالبسط اي على اي واحد، وبي على اي بي على اي، البي على اي نفسه والاي على اي هو واحد، ومن ثم البي على اي والبي على اي نعوضه بما يساويها هذه النسبة، فاذا 2a زائد b على b مكان البي على اي، فاذا 1 زائد 2a زائد b على b، وهنا 2a زائد b على b يساوي 1، يطلع عندي هذا المقدار. لكن شلون طلع هذا المقدار؟ توحيد مقامات. بالبداية لو اخذ البسط ف1 زائد 2a زائد b على b، لو احد المقامات فكأنما هذا اكتبه b على b، فبالتالي المقام المشترك هو b، وهنا يصير عندي 2a b زائد b، اذا 2b. لو اخذ المقام على صفحة فهو 2a زائد b على b ناقص 1، هذا الواحد نكتبه b على b، فبالتالي المقام المشترك هو b، هنا عندي 2a، الb ناقص b راح يروح، اذا يبقى عندي 2a على b. اذا هذا كله موجود بالبسط، وتحت يكون المقام اللي هو 2a على b، فهذه b ويا b تروح،
ومن هنا ممكن نسحب الثين عامل المشترك. لو سحبنا الثين عامل المشترك ويا هذه الثين تروح، فيبقى اي زائد بي على اي، اذا اي زائد بي على اي. اذا الثيتا تساوي تان انفرس ميو اي زائد بي على اي، هذه هي العلاقه المطلوبه.